ايه هو سن الجواز المناسب في مصر؟ في مصر، خلي بالك انا قلت في مصر، حط تحت 100 خط. ما على حسب بقى التقاليد وعلى حسب العادات بالنسبه للمناطق وبالنسبه للمناطق. لا ده على حسب الشقه موجوده ولا لا. اه والله سن الجواز المناسب في مصر 40 سنه. حلو قوي، اقسم بالله اشبع واعمل اللي انت عايزه وقضي حياتك واتجوز بقى. ممكن كونت نفسك. هو 30 مش كتير. هو كتير اول ما الواحد يظبط حاله، فاهم؟ وما يشتري شقه والعفش والجو ده، يا دوب يكون كون نفسه. يا دوب هو خلاص كده سيستم نفسه ان هو هيبتدي يتجوز. يعني انت ازمتك كلها في الشقه. ده ازمه شباب مصر كلها، مش ازمتي انا لوحدي. احسن حاجه في الجواز هي بقى الموضوع كله ليه الخلفه، ان انت تلاقي حاجه كده مفعوصه، فاهم؟ بتاعتك منك انت، انما غير كده فهو يا ترجيع. اقسم بالله اي حاجه في الجواز ترجيع. انت ليه مش مرتبط لحد دلوقتي؟ مش مرتبط عشان الارتباط وجع دماغ، وانا مش ناقص بقى كل شويه تقول لي رايح فين جاي منين، ان انا ما فيش دماغ. خليني مخليه مش مرتبط لحد دلوقتي. انت مين قال لك انا مش مرتبط؟ انت مرتبط؟ تخيل بجد والله. او عهد الله. طب ايه اللي عمل فيك كده؟ ما دي بلوه سود انا بليت بيها، بس اعمل ايه؟ طيب نصيبي كده. نصيبك كده؟ اقسم بالله. ارتباط عادي ولا انت خاطب وكده؟ اتجوز اصلا. ندمان اكيد ندمان، ومين في مكاني ما يندمش. لا اللي مخليني مش مرتبط ان انا يعني فاهم براعي ظروف الزملاء، يعني عندي الزملاء مش يعني قصه ان الواحد ما بقاش فاضي يعني. ايوه ارجع تاني. يعني ما بقاش فاضي ان هو ارتباط وبتاع، فاهم؟ مش مسيطرين والله، بس ايه عارف النوع البنات الزنانه. انا ما بحبش الزن كتير، انا بحب اريح دماغي، بحب اعيش بدماغي بس. وبعدين فلوسي في جيبي، رصيدي في موبايلي، مش ناقصين وجع دماغ، مش ناقصين خراب بيوت يعني. فلازم ان انا رايز ظروفهم يعني، عشان عيب ما ينفعش انا ارتبط واصحابي مش مرتبطين تبقى قله وجهه نظر. ايوه يعني. ويطلع انت شخص محترم جدا. ايوه طبعا، ربنا يهديك. يا رب يعني. اهم حاجه يا عم تعالى كده فاضي جهنم. بس فاهم حاجه ان انت يعني تبقى مراعي ظروف الزملاء. تقعد عن نفسك في اني حاجه بالظبط؟ اي حاجه عامه. طبعا طبعا الرضا اساس اي حاجه، يعني لازم تبقى راضي عن نفسك طبعا. انا عايزك تكذب كذبه وتصدقها، تمام؟ لو في بنت دلوقتي موجوده، تمام، وانت عايز تقنعها ان انت احسن من السبي الخليجي، هتكذب وهتقول لها ايه؟ والله اهم حاجه الرجوله قلبه مواقف. والله الرجوله قلبه مواقف، يعني لازم الراجل اللي يبقى معاكي حافظ عليك، لازم يبقى راجل كده صدق عيل نايتي. ايه ده قوي السر الخارجي دي، فاهم؟ تبقى قربها شويه. ما بيبص على الفلوس، فانا مفيش حاجه فيها فلوس. لا يا بنتي الفلوس ما بتدومش، خد من التل يختل. والله ده كلام كبار. خلصانه بالشياكه يعني. مش هتقتنع، ما هي دي المشكله. اكذب 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 اكذب، يعني اروح اقول لها بقى ان انا بصيف كل سنه في بلد شكل، مره في تركيا مره في لندن. ماشي، بس اقول لها عندنا قصر في البالون. قصر البالون ده بتاعنا، ده بتاع بابا. مش تقول لها بابي وعنده السقف في الساحل الشمالي والكلام ده كله؟ لا انا ابويا ما عندوش في الساحل الشمالي. لا. عنده فين؟ لا ما عندوش. حنين فشخ. عهد الله، حضني دافي كده، عارف لما هتحضني هتحس بدفء، هتطمن. ادب والاحترام. هعديها اللي بعده عادي، يعني حياتي مستقره فشخ، معايا فلوس في جيبي، انت فاهم؟ على طول كل اللي انا عايزه بجيبه، بخش اي مكان من غير ما ابص على برايد، من غير ما ابص على اي حاجه، اخد اللي انا عايزه وامشي. ف ايه مشكلتي في الحياه يعني؟ معايا شقه، دي حاجه برضو ما حصلتش قبل كده. ودي كذبه. دي كذبه فعلا. انت عايز حاجه ثانيه؟ ما كفايه كده. هو معايا العربيه. نوعها ايه بقى؟ لا دي العربيه طبعا بورش اكيد. الله اكبر. أكيد. بعد ما تعمل كده واقتنعت تتجوزها؟ لا طبعا. انت بتهزر؟ لا لازم تبص على اللي جوه. صح، ما ينفعش تبص على اللي بره. الراجل باخلاقه، الراجل مش بيجيبه، نجيبه ممكن يتخرم، ما تعرفيش تخاطيه. ايه تاني؟ بس كده هما دول المفروض يعني. هي بقى ما اقتنعتش، اعمل لها ايه طيب؟ هي عايزه فلوس. انسى بقى كل الكلام اللي فات ده، لازم يكون معاك فلوس يعني. انا عايزك دلوقتي تمام تمسك المايك تمام، وهتوجه رساله لاثنين، للاهالي اللي هم بيقولوا طلبات كتير اصلا، عفش وي 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 والكلام ده وحاجات خياليه، تقول لهم رساله بشكل مهذب ان هم ممكن حد يستفاد مننا، تمام؟ وبرضه توجه رساله للمجتمع اللي هو بيخلينا مش عارفين نتجوز لحد سن 30 والكلام ده كله. المايك معاك. رفقا بالقوارير. ايه؟ رفقا بالقوارير. ايوه.
بس هم يفهموا بقى. بس عايز اوجه رساله للاب المحترم اللي بيبقى قاعد حاطط رجل على رجل كده وهو بيتنك على الواد اللي جاي يتقدم لبنته. على فكره هو جاي يسترها لك اقسم بالله، يعني انت بدل ما هي بتلبس محزق ورايحه وجايه وشايله همها، هو ياخدها يحطها لك في بيتها يحافظ عليها، فانت خليك رحيم بيه. يعني انت شايف هو اولا يعني هو مفيش حاجه هتساعده، هو هيبني بنفسه بنفسه، فمش هيستنى ان حد يساعده سواء او اب او ام، فلو الحاجه جت بسهوله هتروح بسهوله. يعني ارحمونا بقى يا جدعان والله، عشان تعبنا اقسم بالله، يعني تعبنا، البلد دي بقت صعبه قوي. فخلاص احنا جبنا اخرنا، جبنا قاعدين نهزر ونضحك وبتاع، بس الموضوع خارج من السيطره عننا. عملت في الامتحان اقول اقول يعني عادي هتتزع؟ لبست الكازو عادي يعني. لو جه لاختك سي خليجي وجالها شاب زيك هتجوزها مين؟ السري الخليجي طبعا. انت مجنون ولا ايه؟ اكيد هيجوزها السري الخليجي، فاهم؟ اكيد السري الخليجي هو اللي هيجوزها، اكيد مش بني ادم زي ده. لو انت عندك اخت تمام هتجوزها السري الخليجي ولا هتجوزها الشاب الجميل ده؟ هتجوزها الشاب الجميل ده عشان مصر. انت زي الفل والله العظيم. والله العظيم انت زي الفل والله. انت لخصت الموضوع كله والله العظيم. كم سيبك من اللي هو قاله، لو انت جات لك سري خليجيه هتتجوزها ولا هتتجوز البنت المصريه؟ على حسب هي منين. يعني لو من الكويت ده ب60 جنيه ما ينفعش الدينار، ما ينفعش. كلام جميل. فلا طبعا هتجوزها. لو من بشتيل على حسب معاه فلوس ولا لا برضه. سلام عليكم. عامل ايه؟ اتفضل. فلسطين حره وهنحرر للاقصى ولا حديث؟ لا لا حديث مش مهم. اهلا سلام عليكم، انتوا كلكم مبسوطين بالفيديو بتاعي؟ مساء الخير. مساء النور. هجيلك تمام. عايز اسالك اخر حاجه بقى تمام. يقولك احنا في ناس تعالى والله في ناس بتقول لك ايه احنا بنعمل لما حد مثلا يقول لك على حاجه بتعمل من بنها تمام. اللي من بنها بيعملوا منين؟ اللي من بنها بيعملوا ايه؟ بيعملوا منين اصلا؟ من اللي من هنا. هنا ولا هناك؟ تن يعني اللي من هنا بيعملوا من بنها. بنها يعملوا من هنا فل، ممكن يعملوا من سواك بدل هنا.